لمعالجة تعقد في قدمه نتيجة إصابته السابقة بفيروس كوفيد-19 والتي كان من المفروض أن يقوم بها قبل عودته إلى أرض الوطن، غير أن الحالة ليست مستعجلة طبيا وتم تأجيلها بسبب التزامات السيد الرئيس المتعلقة بمعالجة بعض الملفات المستعجلة في أرض الوطن. وكان في توديع السيد الرئيس بالقاعدة الجوية ببوفريك كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة السيد صالح كوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سليمان شنين، رئيس المجلس الدستوري السيد كمال فنيش، الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق سعيد شنقريحة، ومدير الديوان لرئاسة الجمهورية السيد نور الدين بغداد دايتش. أيها المواطنات والمواطنون، كما كان مبرمج منذ مجيئي من بداية الشفاء ألمانيا، كان مبرمج أن أعود لاستكمال بروتوكول الذي سطره الأساتذة، له بروتوكول ما تبقى إلى شيء قصير قليل جدا، ولكن بالضرورة لازم ننتهي وإلا نضيع كاع الشيء اللي ندار من قبل. وممكن تكون في عملية بسيطة جراحية على الرجل، مهم مدة الغياب إن شاء الله نتمناها وإن شاء الله تكون قصيرة جدا، وحتى إلى غادرت البلاد جسديا أنا متابعة يومية مع كل المسؤولين ومع كل، وشاكر للتجنيد على المسؤولين وبالأخص الجيش الوطني الشعبي سرير جيش التحرير، كل المجهودات لها مبذولة في مساعدة المواطنين وفي إرساء الطمأنينة على مستوى الوطن. كذلك مؤسستنا المنتخبة الحمد لله، يعني الدولة واقفة ما زالت ماشية، والحكومة مثل ما قلنا فيها وعليها. إن شاء الله هذا هو. شكرا.